في ظل الصعوبات التي يواجهها العالم وانشغاله بالبحث عن لقاح لفيروس كورونا المستجد، باحثون من جامعة ليستر يحققون اكتشافا مذهلا قد يساعد في منع انتشار الفيروس وعلاج المصابين به. الباحثون أكدوا أن الفيروس يستهدف الخلايا الموجودة داخل الرئتين والمجاري الهوائية من خلال مستقبلات تعرف باسم ACE2 التي توفر بوابة لمجرى الدم وتسهل العدوى بالفيروس. هذه المستقبلات تعمل على تنظيم ضغط الدم عن طريق التحكم في الإنزيمات المرتبطة بالقلب وتدفق الدم. وعليه يرى الباحثون أن حقن الأفراد بعقارات خادعة من شأنها جذب الفيروس وإجباره على الالتصاق بهذا اللقاح بدلاً من مهاجمته أنسجة الرئة. وتتلخص الطريقة في إمكانية إنشاء بروتينات تكون بمثابة طعم جذاب للفيروس للارتباط به، تهدف إلى منع قدرة هذا الوباء على إصابة خلايا الرئتين والأنسجة الأخرى في جسم الإنسان. ويتوافق هذا الاكتشاف مع ما توصل إليه باحثون ألمان، إذ أكدوا أن الفيروس يعتمد في انتشاره على مهاجمة مستقبلات ACE2 لإيجاد طريقه إلى بقية جسم الإنسان، وهذا ما كان يحدث أثناء انتشار وباء السارس. فيما رأى باحثون من معهد كارولينسكا في السويد وجامعة كولومبيا البريطانية أن منع الفيروس من الوصول إلى رئة الإنسان يعتمد على إمكانية حجب مساره إلى خلايا ACE2، غير أن العلماء ما زالوا منقسمين حول استخدام هذه الفكرة، لأنها تتمحور حول حجب وظيفة مستقبلات ACE2 الضرورية لتنظيم ضغط الدم للأشخاص الأصحاء.